انا ملاحي خلينا اغنيها يلا. ايه الله على الحامضه الله خلاص صح لا لا يا ليل ابو فرزان جاكم يا هلا علي واسطي شلون يلعبوا كذا اي كذا 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 لا وين 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 يا حبيبي وين يود المايك طايح المايك طايح المايك طايح والله والله قدر وضعك الله يستر عليك شورما ايه لا 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 هلا يوم اسران على جاصيل برمي ارحب صبي في تهديد في تهديد في تهديد لا انا اقول رجع محب المشاركه صبر صبر في تحديدات هنا اشوف انا ممنوع دخول افا تهدد عزوز او فارس ما بقول عزوز تهدده عشان اضبط كفو هذه الهقوه يهدده ليش لان الاشكال هذه مفروض الله يدمرها من البزنس لا بارك الله بالكتمان الواقع ما بدونك ولا شيء وانت رايح تشتكي اشتكي من تشتكي هذا وانا امنعهم افا هذا وانا امنعهم منك لا يجونك يخربون كل شيء امنع القوم مني امنع القوم منك الحين قاعد تقول اشتكي هذا انا ممنوع انك خذيت القدر منك اللي بيدخل داخل عنده لا 50 نقطه من عندي يلا يلا روحوا اللي بياخذ قدر له 1000 يطلع برا انا عندي 100 نقطه يا عيال بيسوني دام عشان بعطي محمد بيسوني دام يا ريجي اول مره ناكل دجاج لا 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 رز ودجاج لا لا نبي دام احنا لا يدام ندام يا صاحبي ترى هذه شو راك تسوي مقلوبه كثر السجه اللي انا صبر اكلك شاورما ولا اكلك برجر اخواني الصغار ولا اكلك اندومي مع بيبسي انا طالبك توكل عليه بس ادخل ادخل قسم انا ماني ماكل بعلم بدون ماكل الاشكال هذه الاشكال هذه الاشكال هذه الاشكال هذه طول عمرك الله يبارك من الله يعجل بها امرنا الله ايش يعجلها في اسرع وقت مثلك وشراك امسك امسك علي ترى ختامها مسك انا اعرفها ادخل وجهي ادخل وجهي خلاص خلاص رجع وجهي خلاص خلاص رجع وجهي خلاص تعال يلا صلح سو صلح 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 ذي ذي وش بغيت من الرجال؟ طفشنا وش بغيت من الرجال؟ ها شوف وش بغيت مسوي حركات وش مسوي؟ سوي وش مسوي؟ على واطه خلاص سوي علي عند اخر وجهي اسمع تفضلوا اقسم بايات الله اوديك اوديك بيشه خمس دقائق ابو ناصر بوكس على وجهك وجهي وجهك فهمت وجهي وجهك وجهك طريق ابن عمي لما بطريق ما تخلي فيه الريجي تفهم خلاص شيء ثاني انت واضي واللي وراك ما واضي لا تغلط عليه هو الرجل وجهي كذا تقطع وجهي اي وجهك واهي خلاص ارجعوا انا طالب مالكم الا اللي يصلح فيكم تكفى عزوز تكفى انت ريجي ما عزوز تاكم خمس بس مخمس تاكم خمس واحد ليش انت لا تسوي شيء لا تسوي شيء قول والله ما تسوي شيء خلاص ابشر خلاص ترى كان داخل وجهي وانت طالع وجهي وجهك احمر ها وش اللي حاصل بيك اللي حاصل اول عمرك اسوي حركات ها الاول انه يقهرني يقول لا تدخل المطبخ ليش يقول ما تعرف تطبخ طيب تطبخ 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 وهذه كلمة ما لها سنة طيب وش انا رجال طبيخ طبيخ عاني قال خذ شق ورقتي شق ورقتي شق ورقتي اللي خذيت حطيت معي شوف شق ورقتي علي 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 ولد سافر مكنس فراس يا ولد شفت شفت تقضى راح تقضى ابن عمي مالكم الا اللي يرضيكم تبي يصور مكنس المطبخ انا وذاك لكن خلوه مبارك يخلص ومدخل المطبخ واطبخ لنا الطبخه اللي تعجبك ولا لك الا الاندومي ما تعرف الا الاندومي يا ورع ما تعرف الا الاندومي ولد 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 فكر على لا تهاجر يا ولد لازم اراضيك انت بعد فاكر ها ايش قبري؟ الله بالخير الله بالخير امارة حيهم قزعي قزعي شيف انت هذا قزعي ولد ارغي يضيع 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 يضيع
اظهر وجهك. والله ما خليها. ايش ذا؟ شنو كنت؟ تعال وزع. ما في احترام للشيخ اخر يوم له. عزوز 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 مشعل عزوز مشعل كله منتي خذ برقع كله منتي يا لما تجي يا لما انت يا لما تجي صلح 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 والله لا تخطي شوف ترى ما يقطع وجهي تولى وهو خبطه خلاص اعطيه برقع عشان ادخل عليكم رضيتوا منه؟ لا رضيتوا منه؟ لا اشهد ان خرب الحرب خدعه خدعه وخدعه عشاء خلاص الرجال ظهر منه الحقوه هذا عشاكم السلام عليكم السلام كيف انتم اجرين ما فيكم تاكلوا حاله ما فيكم جيناكم ما فيكم يا ربعنا انتوا ضايقين منا ايه جيناكم بعشاء عشاء شاورما كينج والمعشي يلا سبحانه الله سبحانه كان واجد تستاهلونها كان قليله ان شاء الله ان تكمل المحبه والغلا اللي بيننا كمل شاورما البطاطس اللي بيننا سلامتكم بيض الله وجهك برد عليه برد عليه احنا ما خلصنا يا ولد مشعل اسلم ايش البال الا الضرب الا الضرب انا ما عندي هنا اظهر مو ما عندي هنا تعرف يا رجل راح انت وجهك هناك يا ولد اقسم بقتل فكر عليه فكر اظهر مو وجهك ما حمسك ما روحوا له تعال اخيرا اصاب 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 شد 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 اصاب 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 وازع نطالب تعال نحب صالح صالح يلا خلاص خلاص يا شباب معي هدية لك من هو؟ هندومي واو هندومي أحمر هندومي وفوق أخذ حقك شيل شعرك شيل شعرك أنا وجه مناحي وجه له وجه له وجه له مناحي مناحي ها أنا قدر وجهي مناحي ها مناحي وجه الأول ها والله ما تروح بها أظهر موجه أنت رجال أظهر موجه ما هو برجال قل ليش مناحي ثوبك حلو قل ليش ثوبك حلو لا 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 أنا خلاص إيه أتعب أتعب بس انت الاحلام يا مناحي يلا يلا يا مناحي يلا هذه ام خاطر ايه. الحين سقها يلا خلاص 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 في وجهك تم خلاص تم من هنا خمس دقائق بعد خمس دقائق عايز انا واحمد ترى تم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لا يا ملحم ها راح اكمل أطع الجو أوك أوه عليك الفرج يا الله ممنوع الدخول للمطبخ أظن إن قبل الوادي دل الوادي خل دوا تأكل مطبخ مطبخ ها بدنا نلعب بالنعمه لا لا قديت قديت
ما شفت موت اسود مظلل كتم. بال الثلج واستسلم البواد حور كلي راوية بال الثلج واستسلم البرد حور كلي راوية بالطفول يا بلنا قهوة من العصر ما ذقت قهوة تعدل راسي اللي تشوفه مناحي يا مناحي ما انت بعجبني ملامات أكبر يا مناحي ما انته بعجبني عسى عمرك طويل لا لا والله جاكم اعطيك اصلي لي نقرا قوي اعلام عشان جاهز نقرا الحين بنخش مستثمر بعدين نقرا كبسه جاهزه ايوه بالضبط متى يجي ابو غلط بعد مسهل استاذ مساء الخير الحين استاذ ماني كم ساعه؟ 7:50 الحين من ياخذ غطه تقول بعدين؟ تاخذ غطه من العصر وانا رجال صح من اخذت غطه كنكم ناحي ليش تنام الحين؟ لا انا بصم بالعشره ملاحي في تغير خلاص ما عندي نوم في نص اليوم عنده اذا قام قام بس الله يستر لا يخرب بكره ولا بعده احنا نقنق نقنق بس اين البيبسي؟ اوه خليني اجيك بروح اجيك. انا والله ما اقبل. كل واحد خذ انتين منا الا انت. اريد ان اخبركم امرا، هل شفتم البطاطس هذا؟ ايوه. نبي نحطه ويش؟ نبي نحطه على الرز، ايش رايكم؟ عجبني. بس حلو. طيب اسمع لا تاخذ بطاطس في علب بطاطس. اي باخذ علب بطاطس. يا ليلي يا جماعة مش ربك على الوجه قلبي أعطني واحدة من الخبز الذي يتليك يا فتى سأقدم لك كل خبز وأنت أختاره بنفسك سأختار هذه يا للهول الله يا إلهي إنه لذيذ جدا أين الصوصة الحارة؟ أنا هني أنا هني أنا حتى اللغة العربية ما جاء بها عناها هذه لغة عربية من أمن أين الشكل؟ ناحي ثمان حكم لا يا رجال ثمان دقيقة أنت متقدم ساعتك متقدم على نقاط حر باطل ترى ما تختلف حبيبي نواف كم الساعة عندك؟ 51 ثمانية يا أخي أول شيء في بعد دقائق ثمان ثمان حكم أنا أدري بس علم ساعتك ما تقول شكم الأيام في الأذان هذا نسمح ما يحتاج إنها طعمها لذيذ و 15 دقيقة علمني لاني بداخل الفرن عيال حطوا هنا الشكتب بروح اجيب خبز كتشب لا يوجد لدينا كشاشتب عندنا في المدينه كيف شكلها كيف شكلها كشتب لا لا اصبر عندنا يا عمي بدي شوي كشتب ما ايش يسمونه مايونيز مايونيز هل هذه هي؟ مصطلحات عندنا لا لا كذا اصبر حرام يكتبون نص الحروف ما عاد فيه الا عاد الكيس الفاضي ذا اي نصيحة كثر والله تندموا رجع سوى كبس تنكفوا دور الصلصة الحارة ما ادري شو اسمه الباقي وين نخلي بعد خذها كاش
بعد ما يضغطونه تعرف ها نحمي اثنين شاورما دائما شوف بعد خذها كاش بعد ابراهيم يجي لي جوع ما ادري ليش تعال معي فانا مخلي لك بعد خذها كاش قلبك رعاه احسنت يا لي الهو رعاه جدا عند قلبك يهرول تعالوا يا شباب فقطوا معي اضحك يقول قلبك رعاه اقول قلبك يهرول ها تستاهل يا حبيبي لك بدل لك بدل لك بدل بسم الله عليك بسم الله خلاص ضحكت واجد ليه ما ببرست اي والله والله العظيم والله يوم رحت انت وابو مبارك الحساء وديكم كنتوا معنا جابوا برست دق عليه الشاب قال غد عش الشباب قلت ابشر قلت ايش اجيب 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 لحمه حواشي ما تجيب برست خليني اجيب ندق قلنا دقنا ابو مش على مضغوط مضغوط والله ما لها داعي ايش قام ذا بغيت اكب على الجدار ذا عادي عادي كب على زي كذي لا ابو مش على مضغوط من شو من هو مدني مشوفتك اعطيك مسجات انا يا له انا مره ما تقلب الكلام يا لهم الرد القوي يا لي الهول اين الصلصه يا شباب يا رب صابرني اين حصلت الصلصه يا مناحي انت رجل قام تعالوا تفضلوا تفضلوا لم اكل قبل الحالي تعالوا قبل الحالي انها جميله هذا الشجار وسوف ناتيك احنا بس انت ارينا كيف اكلك بالعب كذا الصلصه ما ادري كيف هذا انا مقوطي قوطي فين قوطي راح قوطي يا الهول طعمه جميل يا لها من شاورما جميله شاورما ماذا كينك كينك شاورما كينك توصيل يسرع عليك يا باسم بريال باسم عذبته بالاسم أقول اسمها كنج يقول يا ولد كنج قلت يا رجل لا كنج أنا هي اسمها كنج لا بالإنجليزي كنج بالإنجليزي كنج ليه مكتوبها بالعربي كنج هم كاتبين إنجليزي عربي لا عربي كنج بحرف قاء يا أخوي حرف الجي ذا ينطق تفضل 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 تفطن تفطن إيش تفطن على جواتي تفضل يا سيدة أكل أكل من نعمة أكل من نعمة أنا اطبخ اطبخ تفضل ربنا يمدينا قبل المستثمر الله عليكم جل الله عليكم هل تبيني امكلك يعني ولا ايش لا 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 قول ابغى استثمر بطني اول شيء المستثمر متى يا الربع ابغى استثمر بطني متى المستثمر يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة تستاهل الضيقة يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر يا ضايق الخاطر دنيا يا تستاهل الضيقة تستاهل الضيقة يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة ما تستاهل الضيقة يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة ما تستاهل الضيقة والله لها الحكم اجيك يا ولد صلي بها اه اين الكتاب كتاب الله محمد عبده تكفى يا ابو مبارك يعني قابلك النظرة اخذك يقول شهر ما كنت عندهم تويتر يا ربي عندهم انستغرام صبوني فنجان على العال عقب الغضي لا تغسلون وخلوني اشرب من الشلال طعم حلال تحلونه وصبوا يا فارس يا فارس لا تقرأ فارس فارس مليان كتاب جميع الأغاني هذه موجهة لك موجهة لك هذه بعد المستثمر والله حبيبي المستثمر ما صبوا لي فنجان على العال عقب الغضي كلم ابو عبد الله كلم قلت لك اخروها شوي هنا كبسه خضار اشرب من البراد
طعمها حلال تحلونا صفوا الرجال على العال عقب الغضي لا تغسلونا وخلوني اشرب من البر سعد في شيء انا ادري والله انك من الناس اللي ما مرة جاهز انا خلاص اي جاهز اسعد في شيء لا شيء والله لو ابي اول ما اطلب انت قول كذا لبيه عطوا عطوا صدى لا اجيكم هالحين نقاطي ووقتي ليه ما مسموح لي عندكم كفو الشيخ ما تقول روح بس ما هقيت ان البراقة يتنني لان شفت ضبان نفود برقعاتي برقعاتي الله اكبر يا عيون نظرني فتنات الناعشات ساحراتي ساحراتي في هوان يا سعد كيف اطرحني راح عمري في مودتهم فواتي فواتي كان ما كان صابني معالجني الوكال وين راح الاسداء يا ولد والله دورنا غيرها ها هلا عنها رجع ادور لكم غيرها نوى القلب نيه ما نواها لحد غيرك نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة على السمع والطاعة مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة لها الروح خضاعة جمعنا طريق الحب وانور سايق الخير سايق الخير ساقك يم عاشق جمالك لو تأخرت فاصبر لو ويها الفين عام أسفرت وانورت لذنون شعشع هلالك فز قلبي لفزك يا ضد الردام فز قلبي لفزك يا ضدي العدام سايق الخير طيب الحال طالع البلد طيب كم تاخذ اركب انا ابغى ابار اخوي بس الله يعطيك اركب بسرعه السلام عليكم انا عشان ازود في احد معنا ولا بسم الله كيف الحال طيب شغل مسجل ما شاء الله وش ذا الصوت صوت غريب مسجل قديم سيارة خرب الشريط بدك تغيره يا رجال سوق شو انزل وش ذا السؤال وش ذا السؤال يا رجال خذ هات منيت علينا شليت لنا ما غيره هات خذيته عند النظام كذا كبه عشان تنزل بسرعة تاخذ راكب ثاني يلا يا رجال بس بشوش أبعد الله أصلك شبال قد مدرو ولا لا هذا الحين 12 دقيقة خلّه الله صار أنا ممسك أنا ماسك خط من الرياض إلى جدة يا ليا علي نيد مع مثلك وسع الخاطر لا 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 لا
ثلاث مرات تطيح، ثلاث مرات تطيح، حطها هنا عشان ما تطيح. لا 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 اجيب لكم حقه بن تايب ولاخته رديه بينهم. تخيل الهدله وين اخته؟ جيبها جيبها. الدار وحشه عقب سيدها للجود، وعيني غشاها عقب شمس ظلالي، عيني غشاها عقب شمس ظلالي. صابني بالعيون ميني أبغاها، صابني بالعيون والحجاج الذبوحي. ما عينتها دولها ولا عينتها يا ولد. ولد اخت ورد عليه يقول بدعو ولا الرد. يا خال انا جيتك مسير وضيف، فيك الهقاوي هف من فوق هف. ايش فيك الهقاوي هف واقوي داخل اخوي. اعطي لحنها يا خال انا جيتك مسير وضيف، في كل هقاوي هيف من فوق هيف، واخوي داخل دائرة الاتهام، صكوا عليهم لبقين الحلام، ما تسند الشكوى على خير جيد، افزع لنا يا عزوتي يا زاي. رد عليه خاله، رد عليه خاله قال يا خيال الهدرة وانا ابو منيف، ابشر بعزك خابت بالضيف، واخوك لو حو حل ولا. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تينا القوافي، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية، عامرة بشاذلية، ضيفنا يلا حيا، يا هل البزنس كفو، يا هل